يلا بينا يا اولاد. اين بيليا؟ كنا نريد نودعه. صحيح، بيليا فين يا استاذه لبنى؟ قصدي شادي. شادي بقاله كذا يوم ما جاش المدرسه، مش عارفه ليه. الواد بيليا ما جاش وما اعرفش عنده حاجه يا استاذ محرم. لا احنا رحنا البيت اللي ابوه شغال فيه بواب، قالوا لنا صاحب البيت طرده. وانا كمان طردت يا استاذ محرم. الواد بيليا مصمم ان هو يروح المدرسه ويجيني بعد الظهر بعد مفتاح 8 يا، والكلام ده لا مؤاخذه مش هياكل معايا، يا الدراسه يا الشغل. المفتاح يا اسطى. ده مفتاح 8 يا ابني، مش علامه. ايه اللي انت بتعمله ده؟ لو ابنك ترضى حد يعمل معاه كده؟ انت مش هتحترم نفسك بقى، العيال دي مكانها المدارس اساسا، خلي عندك دم يا اخي. مورنس مورنس، هي حاجه اللي مش عندكم اصلا، الاخلاق. انت متاكده ان المدرسه دي كويسه؟ ما تقلقش، وبعدين دي اقرب مدرسه اعدادي ليه، وانا ليا زمايل كتير قوي هوصيهم عليهم. امال انا جايه معاكوا ليه؟ ومن وقت للتاني هبقى اجي اطمن عليها. صحيح انت عملت ايه في موضوع الشغل؟ جبت كل الجرايد والمجلات، قلبت الدنيا، مفيش حاجه نافعاني. ان شاء الله خير. مستر محروس. اهلا اهلا استاذه لبنى، عاش من شافي. ازي حضرتك؟ الحته الجامده دي يا اسطى، بنت فرس يا زميلي. احترم نفسك. مستر محروس مدرس الانجليزي، كان معايا في سبت اللبن واتنقل هنا من فتره. استاذ محرم والد مصطفى وعبد الرحمن. اهلا وسهلا، دول جايين من اليابان، الوزاره اختارتنا هيبقوا معايا هنا في الفصل. مش هواسي حضرتك عليهم. ما تقلقيش خالص يا استاذه لبنى. قوم يا ابني، قوم اقعد هنا ورا. تعال يا حبيبي تعال، ما تخافش. سبيك انجلش؟ تعال يا حبيبي تعال. دي بابا. نزل ايدك، اوعى تلمسه خالص، اتركن جنب الحيطه. يلا يلا. خافش يا حبيبي. والنبي تاخد بالك يا استاذ محروس، انت شايف سنهم صغير بالنسبه لزمايلهم هنا يعني؟ ما تقلقش خالص يا استاذ محرم، المدرسه هنا فيها ظبط وربط. ده ظبط بس. احترم نفسك يا حيوان، اقعد زي الفخه اللي تقعد عليها. شكله محترم فعلا. مش قلت لك ما تقلقش؟ دروس؟ عايزاني ادي دروس؟ انت مش بتقول انك خريج ادب تاريخ؟ ايوه خريج تاريخ، بس هو في حد دلوقتي بياخد دروس تاريخ؟ انا فعلا ضد الدروس الخصوصيه، بس انا متضايقه عشانك قوي، وعارفة انت محتاج فلوس قد ايه عشان الولاد وطلباتهم. بصراحة دول بيفطروا رنجة. لا انا مش شفا. المهم ان اول ما لقيت واحدة بتسألني عن مدرس تاريخ لبنتها، انت جيت في بالي على طول، قلت فرصة. بس انا عمري ما ذاكرت لحد. انت بس هات كتاب التاريخ بتاع اولى ثانوي ويفتحه كده وبص فيها تفتكر كل حاجة. المهم الولاد عاملين ايه؟ في اوضتهم بيذاكروا، المدرسة الجديدة شكلها طلعت تمام. استقانيوس. يا نهار مش فايت، اخوك بيقول لي استقانيوس. خلاص بقى كبر دماغك. يا نهار اسود، اهو ده اللي انا كنت خايف منه. بقول لكم ايه، عليا النعمه لو سمعتكم بتقولوا الكلام ده تاني لكسر دماغك انت وهو، فاهمين؟ يلا قدامي وريني ذاكرته ايه النهارده. ايه ده؟ نحن متفوقين هذه دائما مدرسين. انتوا بتكذبوا عليا؟ كذب ابيض، نحن لا نكذب، نحن نقول حقيقه. وايه ده؟ فيلم ثقافي عن فرعنة، اشترينا النهارده. اشتريتوه منين؟ إيه؟ حكش زميلنا في الفصل يبيع فيلم ثقافي ب 50 جنيه. حكشه؟ خد مننا 10 جنيه بس. ميسة مين؟ اللي عايزه درس التاريخ. ثانيات بكره. بكره؟ ايوه بكره، اكتب عندك العنوان. شارع شاهين العجوزة الدور الرابع. رجعت المنهج؟ الحمد لله. طب كويس قوي.
الولاد بالصدفه لقيتهم جايبين فيلم ثقافه عن الفراعنه بالمدرسه، هتفرج عليه بالمره اهو برضه ينعش للذاكره. ماشي، مع السلامه. كليوباترا. سيزر، دراغوي موي، يا تاك دولغو ждала этого. ده كده كتير. كده كتير قوي. ابعد من وش انت كمان. يا نهار اسود يا منيف، دي باظت، دي غمقت على الاخر. يا نهار اسود محرر، يا نهار اسود محرر، استاذ زفت، استاذ قطران على دماغك. النازل في المكتبه ولا فين؟ خير مالك، اهدى بس، عصبي ليه كده؟ وايه اللي انت ماسكه في ايدك ده؟ ده يا سيدي فيلم ثقافي عن الفراعنه بيتباع في المدرسه يا استاذ محروس، في المدرسه. عادي، ايه المشكله يا استاذ محرم؟ ما هو مقرر على الطلبه. مقرر؟ يعني اللي انا شفته ده مقرر؟ هو في حاجه خارج المنهج؟ ده كله خارج المنهج، انت ما شفتش اللي حصل؟ دول مبهدلين كليوباترا. بيني وبينك تستاهل، ستة كان سيرتها وحشه. تستاهل ايه؟ اقول لك فيلم خارج يا جدع انت. انت شفته بعينك؟ 10 مرات. لا، دي حاجه ما يتسكتش عليها فعلا. وانا كمان مش هسكت. هبعت برقية لوزير التعليم، لازم يعرف حجم التسيب والإهمال اللي بيحصل في المدارس. يا مامي، يا مامي، المدرس زمانه جاي. هخلي الأبلة تعتذر له، جدتك تعبانة قوي في المستشفى. بس ده أول مرة يجي يا مامي. معلش، هخليها تعتذر له. مستعجل لما تقعد شوية؟ معلش، أصلي خرجت من المدرسة بدري ورايا حاجات. ما تبقاش تاخر علينا بقى. استاذ محروس، وانا اقدر؟ هي ميسه دي بتاخد دروس في كل المواد ولا ايه؟ استاذ محرم، انت جاي هنا برضو؟ اه. بقول لك ايه، اوعى تفهمني غلط، انت عارف ان ضغوط الحياه بتخلي الواحد ساعات يعمل حاجات من النوع ده، يعني تفهمني طبعا. فاهمك طبعا، فاهمك يا استاذ محروس. هو انا جايبني هنا غير ضغوط الحياه؟ والله انا مكسوف منك جدا يا اخي. من كام ساعه بس كنت بتخانق معاك عشان التربيه وقله الادب والكلام الفاضي ده، ودلوقتي جاي عشان ادي ضغوط. يا سيدي، كلنا في الهوا سوا، كلنا بندي. سلام. مساء الخير. مساء النور. انا مدرس التاريخ صاحب الاستاذ محروس اللي لسه خارج من هنا. استاذ محروس؟ اه، طب اتفضل اتفضل اتفضل.